بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات ادوبي افتر افكتس. معاكم مهندس احمد عبد الرحمن من موقع برو فيجن اكاديمي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على التايم لاين، يعني يمكن الكلام على التايم لاين كبير قوي وواسع قوي، فهنحاول ان احنا نوضح الحاجات الشائعة قوي فيه والحاجات المهمة قوي فيه. هنحاول على قد ما نقدر نغطيه بالكامل ان شاء الله. اول حاجة التايم لاين ده يعني 90% من شغلك جوه التايم لاين، ان لم يكن 100%، لان التايم لاين ده هو اللي فيه كافة الوظائف اللي بتخليك ان انت تقدر تعمل اي حاجة جوه الديزاين بتاعك او جوه ادوبي افتر افكتس بوجه عام. لو احنا جينا اتكلمنا على التايم لاين، تعالوا نعمل نيو كومبوزيشن، نخلي لونها اسود زي ما كان، نسميها مثلا ستارت، وبعد كده نعمل اوكي. تعالوا نشوف ايه اللي اتنشط عندنا في التايم لاين وايه هي الرموز بتاعت التايم لاين. مبدئيا انت عندك اول حاجة هنا اللي هي الكرنت تايم. طبعا ده الكرنت تايم ده هو نفسه اللي موجود هنا ونفس الاوبشنز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، اللي هو لو ضغط كنترول وضغط تقدر تحول الوحدة بتاعت قياس الوقت. تمام، نيجي بعد كده للسيرش. السيرش ده ما ظهرش غير من اول سي اس 4 وانت طالع لفوق، سي اس 4 سي اس 5 وهكذا. طبعا انت ممكن في وقت من الاوقات تلاقي نفسك قدام عدد كبير جدا من الليرات او من الاوبجكتات اللي بتبقى موجودة عندك في التايم لاين. هتلاقي لايتس، هتلاقي كاميرات، هتلاقي سوليدز، هتلاقي ملفات بي اس دي، هتلاقي ملفات صور، ايا كانت الخامات اللي انت بتستخدمها في الديزاين بتاعك هتلاقيها موجودة عندك هنا في التايم لاين. طبعا ممكن احب ان انا مثلا عندي حاجة واربعين لير، فعايز ان انا عارف اسم الليار اللي انا عايزها، مجرد انت بتكتبها في السيرش بتظهر على طول في التايم لاين. تعالوا نضيف شوية حاجات للتايم لاين. تعالوا ناخد فيديو، انا جبت شوية صور كمان مع الفيديو حطيتهم جوه الشغل بتاعنا. تعالوا ناخد كل دول، نسلكت كل الكلام ده وننزلهم تحت في التايم لاين بالشكل ده كده. تعالوا اول حاجة نعملها، تعالوا مثلا نكتب في السيرش مثلا وليكن تريلر. جات لي على طول السوليد او الصورة اللي اسمها تريلر وهكذا. ده بالنسبة لعملية السيرش. السيرش كمان مش بيبحث في الخصائص بس، لا اسف، مش بيبحث في الاسماء بس، لا ده كمان في الخصائص. ايه هي الخصائص؟ استنوا شوية لما نبدأ نحلل بقى الخصائص اللي بتيجي موجودة في التايم لاين على حسب كل اوبجكت. ده بالنسبة للمربع ده. المربع او الايقونة دي اللي هي الميني فلو تشارت اللي انا كنت اتكلمت عليها لو ضغطت على شيفت. يعني انا ضغطت على شيفت تمام وضغط او اضغط عليها هي مباشرة هتجيلك الفلو تشارت. طبعا الفلو تشارت ده فايدته ان لو انت عندك كومبوزيشن واثنين وثلاثة وعايز توصل لها من غير ما تقعد بقى تدور في الكلام ده كله، فلو تشارت واضغط على اسم الكومبوزيشن هتروح للكومبوزيشن اللي انت عايزها. دي اللي هي اللايف ابديت. اللايف ابديت دي بتحلك انك انت لو انت عندك اي حركة تمام او عملت اي افكت وحبيت انك انت تتحرك بيه او تشوف تأثيره في ساعتها تمام، لو الايقونة دي مش متنشطة عمرك ما هتشوف التأثير في ساعتها على طول. فخلي بالنا دايما ان نتأكد ان الايقونة دي او حتى اصلا لو انت جيت تقفلها هيقول لك you have turned off live update mode، يعني انت قفلت اللايف ابديت. بيقول لك this makes interactions faster، يعني هو هي هتسرع لك الدنيا وكل حاجة، but changes are not shown until you release the mouth button. بمعنى او ملخص الرسالة انه بيقول لك ان انت عمرك ما هتشوف الافكتات او الحاجات اللي انت حطيتها غير بعد ما تشيل الماوس. يعني لو انا عندي افكت، الافكت ده
مستمر من الثانية صفر لغاية 10، مش هشوفه غير في الثانية 10. بدليل، تعالوا كده بصوا للكرنت تايم، ده هو صفر صح؟ المفروض ان كان الاول لما كانت دي متنشطة كان ده بيجري مع السي تي اي. لو انا سحبت السي تي اي كده بصوا مجريش اهو، لو سبت هلاقي 371. ليه؟ لان اللايف ابديت مش متنشطة. طب لو رجعتها متنشطة ورجعت لورا اهو بدأ يرجع يشتغل معايا تاني في الوضع الطبيعي. نيجي بعد كده للمربع ده، ده بنسميه درافت 3D. درافت 3D بيقلل شوية الجودة بتاعت معالجة الأجسام أو معالجة الطبقات اللي معمول لها 3D في البريفيو عشان يسرع الموضوع شوية. تمام، نيجي بعد كده لحاجة اسمها الشاي. الشاي دي لو انت عندك العدد بتاع الليرات كتير قوي، هنا في أيقونة هنا اللي هي اللي عاملة زي النوز دي، لو انا ضغطت مثلا على دي وضغطت على دي ودي ورحت ضاغط على شاي، شاي بيعمل ايه؟ هو بيخفيهاش من البريفيو، لكن هو بيشيلها بيعمل لها هايد بس من التايم لاين. طبعا اللي خاضع للايقونة دي هو اللي تبقى النوز او الرمز بتاع المناخير ده او الانف ده، تمام، بيبقى مفعل قدامه. طبعا لو شلت الشاي بيظهر كل الكلام ده كله. نيجي بعد كده ل Enable Frame Blending. صراحة Enable Frame Blending أنا بفضل إن أنا ما أتكلمش عليها دلوقتي، لكن أتكلم عليها قدام إن شاء الله. هنا عندي Motion Blur. الموشن بلر ده اللي بيدي إحساس حقيقي بالحركة بسرعة. بمعنى تخيل نفسك أنت راكب عربية وطالع مثلا على أو ماشي على كوبري أو على طريق، وعلى يمينك مثلا في عمدان ورا بعضها. طبعا وانت ماشي بالعربيه ماشي بسرعه بتبص للعمدان ما بتشوفهاش، بتلاقيها مزغلله من كتر السرعه، تمام، بتلاقي فيه زغلله. هو ده الموشن بلر، ان انت بتخلي الاوبجكت بتاعك عليه تشويه او تشويش، تمام، بحيث يدي ايحاء انه بيتحرك بسرعه كبير. نيجي بعد كده في البرين ستورم. والله البرين ستورم ده، تمام، عباره عن قيم عشوائيه لمفاتيح الحركه او للإفكتات. هتكلم عليه مع الفراكتال نويز بالذات، فنخلي بالنا من البرين ستورم ده، يعني هو استخدامه قليل قوي 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 ان لم يكن نادر، لكن برضو هتكلم عليه. نيجي للاوتو كي فريم، ودي كنت اتمنى ما اتكلمش في حاجه من الحاجات الجديده، لكن عامه انا مش هستخدمها خالص في الكورس. دي عباره عن كي فريمات اوتوماتيك بتتعمل ليه، او مفاتيح حركه اوتوماتيك بتتعمل للمجسم لو انت بتحركه مثلا. مش عايز اخوض فيها لانها من الحاجات الجديده، والناس اللي شغاله على فيرجنات قديمه عايزه برضه تفضل متابعه معايا. نيجي للجراف اديتور، وده عباره عن تمثيل بياني للتايم لاين بحركاته بوقته بكل حاجه، وهتكلم عليه في حينه ان شاء الله. ده بالنسبه للايقونات اللي فوق دي. لو احنا خدنا بالنا واتنقلنا للصف اللي تحت، عندي هنا اول عمود خالص اللي هو ال هايد والانهايد. لو انا مثلا عايز ان انا اخفي الصورة اللي فوق دي، تمام، مؤقتا مثلا كده، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، يعني مثلا انا عايز اخف الدنيا شوية. لو انا هشتغل على بطبق افكت تقيل مثلا شوية على لاير معينة، مش عايز بس اللي فوق هيظهر بحيث اقدر ان انا اركز في اللاير دي. هتقولي طب ما تعملها بالشاي، هقول لك ما انا قلت لك الشاي ده بيشيلها كلاير من التايم لاين، لكن ما بيشيلها لكش من البريفيو. ده بالنسبه للعمود الاولاني. افتر افكت فيه ميزه انك انت لو ضغطت وخليتك ضاغط وسحبت بيقوم منشط الخاصيه مكان ما انت بتسحب. ده من الميزات الكويسه في الافتر افكت. نيجي بعد كده للساوند، ودي او الاوديو دي ما بتظهرش، هو كاتب لك حتى اف اني، تمام، بمعنى يعني هو ما بيظهر لكش الايقونه دي الا اذا كان الفيديو اللي انت منزله بيشتمل على صوت، او اذا كنت انت منزل اصلا لاير فيها صوت، ولو انت شلتها هتعمل ميوت للصوت، هتكتم الصوت. نيجي بعد كده ليه عندنا رمز اسمه سولو. سولو ده معناه ايه؟ هو اصلا سولو في الموسيقى يعني فردي، يعني بيعزف لوحده او هو اللي مسموع او هو الليدر،
نفس القصة. يعني لو انا مش عايز، طبعا افرض انت مثلا عندك 30 40 لاير، مش هفضل بقى اخفي عندي من قدام كل دول علشان اشوف افكت معين او حركة معينة على سوليد معينة. ممكن بمنتهى البساطة ان انا لو ضغطت على سولو هتجيب لي السوليد دي بس، وفي نفس الوقت شوف عملت لك دول جراي، يعني هما مش مختفيين ومش ظاهرين، هي بس دي اللي ليها الغالبية عليهم، فهو ظاهر لك دي بس، وفي نفس الوقت عامل لك ايه، يعني كأنه حاطط لك دي فوق الكل. تمام، تقدر تقول بالظبط انه عمل حاجة شبه دي، انه سحبها كده. ده يعني ملخص معنى سولو. طبعا هايد وسولو تقدر تقول عليهم وجهين لعملة واحدة. في حالة ان انت عايز تتابع افكت معين على سوليد معينة، او عايز تنفرد بانك تشوف سوليد واحدة بس، فبتضغط على سولو. والله اذا كنت عايز تمشي طريق الطويل فاضغط على العين. نيجي بعد كده لللوك او القفل. ده لو انت ضغطت مثلا على لير زي دي مثلا، ودي ودي، نفترض ان انت عملت افكتات معينه في سوليدز ومش عايز انك انت تغلط وتسلكتها او تعمل فيها اي حاجه عن طريق الخطا، مجرد انك تحط القفل لو تيجي تضغط اشوف هيعملها لك بلينك، يقول لك لا مش هسلكتها، اصلا ما بيعملهاش سلكت، يعني مش بيعملها سلكت وبعدين يخليك تتفادى تغلط، لا هو من الاول بيقفلها لك بحيث انك انت ما تقدرش تعمل عليها سلكشن. نفس القصه لو ضغطت وسحبت هسحبهم واشيل اللي فات. الجزء الثاني من المحاضره هنكمل بقيه العناصر بتاعه التايم لاين.